فإذا كنتي مكتئب يائس ما كتحسش براسك مزيان، هاد الحلقة هي المناسبة للروح ديالك. عمرك حضرتي شي جنازة وقلتي سعادات مولاها تبارك الله شحال حضر ليه، او لا الشخص اللي مات نبعث منه واحد الرائحة لي طيبة، او لا كان منور، او لا شفتي فيه شي ابتسامة. فموضوع الليلة من الغيبيات واللي كيتير فضول تاع بزاف منا. حلقة اليوم عن موضوع سئل عليه الحبيب واللي هو الروح. كلنا عنده الفضول باش انه يعرف هذا الروح اللي في الداخل ديالنا اشنو الكيان ديالها والشكل ديالها وحتى القدرة ديالها. واكيد غادي يكونوا كنتسألوا من بعد الوفاة اشنو هي الرحلة اللي كديرها هذا الروح، واش كتلقى هاد الارواح فيما بعد، وايضا واش تتزاور. بحلقة اليوم غادي نشوفوا واش هاد الكلام عنده اصل او لا غير فقط يتداول. ما تمشيو فين وبقوا معنا في حلقة اليوم لانها حلقة أكثر من رائعة. يلا نسافروا مجموعين. سلام سلام ومرحبا بكم على قناتنا اليوتيوب سلامي لي. كنتمنى لكم تكونوا بخير وعلى خير، أموركم هانية. شكرا جزيلا على تفاعلكم مع الحلقة نتاع أول البارح. شكرا أيضا على الدعاوي ديالكم ليا بالشفاء، ولأنكم كتفاعلوا مع الفيديوهات اللي كنحط لكم فقلت ما غاديش نبخل عليكم بمواضيع رائعة. داكشي باش اختاريت هاد الحلقة ديال اليوم اللي غادي تعطيكم واحد طاقة جديدة الارواح ديالكم. اذا كنتي اول مره كتدخلي على القناه كنقول لك مرحبا بكم، ما تنساش انك تفعل الجرس باش يوصلك دائما الجديد اللي كنحط. واذا كنتي من اهل الدار فالدار دارك. هذه الحلقه اللي اختاريت باش انني نشارككم الليله دورها تنويري وتعليمي وتفهم الناس شنو تيوقع للروح عند وفاة المؤمن. حلقة الليلة أنا متأكدة 1000% باللي أنها ستحببكم في لقاء الله. زائد على هذا غادي تخليكم باش أنكم تخدموا وتجاهدوا في أنكم تقابلوا مولانا في أبهى حلة قلبية. ما نطولش عليكم ونقول لكم لنبدأ. غادي نبداو في هذه الحلقه من مرحله الاحتضار، اولا لما كيحتضر الشخص. فشنو هي العلامات نتاع حسن الخاتمه ديالو باختصار شديد؟ العلامه الاولى اذا جاء الموت والانسان كينطق الشهادتين، اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا عبده ورسوله. ثانيا الموت بعرق الجبين، لكيقول حبيبنا وشفيعنا سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام موت المؤمن بعرق الجبين، زعما في سكرات الموت وكتلقى قطرات الماء بحال لؤلؤ على جبين الإنسان. وهذا الشيء اللي كان وقع مع سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، وكان تيحط يديه بإناء فيه الماء وكيمسح الجبين ديالو وتيقول حقا إن للموت سكرات. أما العلامة الثالثة فهي الموت يوم الجمعة أو لا الليلة ديالها. كيقول سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام من مات يوم الجمعة أو لا ليلتها عوفي من عذاب القبر، وفي رواية عوفي من فتنة القبر. أما الأمر الرابع الاستشهاد في سبيل الله، والشهادة فهي أنواع، فشهيد الدنيا والآخرة. من مات وهو يجاهد في سبيل الله باش تكون كلمة الله هي العليا، أما شهيد الآخرة مات في غريق أو الحريق إلى آخره. ايضا من علامات حسن الخاتمه ان يموت الانسان على طاعه، بحال مثلا واحد ساجد وطلعت روحه لمولانا، او لا واحد غادي باش انه يرعى الايتام ومات في الطريق، الموت على طاعه. سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام تيقول كل انسان يبعث على ما مات عليه. ايضا يقول اذا اراد الله بعبد خيرا عسله، وفي روايه استعمله. فسئل الحبيب فما عسله يا رسول الله وكيف استعمله؟ قال كيوفق مولانا لعمل صالح قبل الممات ثم كيقبض وهو عليه، بحال مثلا يموت وهو ساجد او لا في الروضه الشريفه الله يا مولانا، او لا في عرفات اللي الله يكتبها لينا وليكم اجمعين. ايضا من علامات حسن الخاتمه الموت غرقا او الموت حرقا. نفتحوا هذا القوسين، ربما عندنا حنا في الكلام العامي او لا الظاهري ومسكين راه مات محروق، ربي عطاه سوء الخاتمه، ولكن ابشروا سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام تيقول الحريق شهيد، الغريق شهيد، الميت بداء البطن شهيد، الميت بذات الجنب شهيد، المرأة تموت بجمع شهيدة. يعني موت المرأة وهي كتولد حتى هي شهيدة في سبيل الله. فكاين علامات واحدة أخرى اللي كيشوفوها الناس حتى هي من علامات حسن الخاتمة، بحال مثلا كيبان ليه وجه الميت منور أو لا مبتسم أو لا كيشم شي رائحة طيبة من بعد الموت ديالو او لا حتى في القبر ديالو الى ما اخره. والله يحسن خواتمنا. دابا غادي ننتقلوا لطلوع الروح. اولا كاين الروح وكاين الروح، والشرح ديالهم كيف جاوا في القران الكريم. مصطلح الروح جاء بخمسه ديال المعاني في القران،
المعنى الأول واللي هو خاص بالله عز وجل، وهو سر من أسرار الله تبارك وتعالى، واللي تمتحن به سيدنا محمد من قبل اليهود لما قالوا المشرك العرب سلوا محمدا عن ثلاث، فإن أجاب عن ثلاث فهو كذاب، وإن لم يجب عن الثلاثة فهو كذاب، وإن أجاب عن اثنتين ولم يجب عن واحدة فهو صادق. حيث في الأصل هم كانوا عارفين الإجابة، قالوا لهم سولوا عن الروح، سولوا عن فتية ذهبوا في الدهر الأول لهم أصحاب الكهف، والقصة ديالها راني حطيت عليكم أصلا على القناة، وسولوه عن ذي القرنين. فإذا جاوبهم سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام وعدوه باللي أنهم غادي يسلموا، قال لهم غادي نجاوبكم ولكن ما قالش إن شاء الله، وفاد اللحظة غادي تطلع لي الوحي. قيل لمدة 40 يوم، وأنزل الله قوله ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت. ومولانا غادي يجاوبه على ثلاثة، سيدنا محمد ما غادي يجاوبش على الروح لقوله تعالى ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي. المعنى الأول ديالها في القرآن بلي أنها من أمر الله وسر من أسرار الله وأنها من الله. أما المعنى الثاني الفرش، يا بني يذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. والمعنى الثالث هو الخلق أو الرحمة أو البرهان، إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. قال المفسرون خلق منه، رحمة منه، برهان منه. أما المعنى الرابع الروح، الراحة، الاستراحة، لذة النظر إلى وجه الله، وجه الله الكريم، فروح وريحان وجنة النعيم. والمعنى الخامس الوحي والنبوة، قال الله وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا يلقي الروح على من يشاء تنزل الملائكة بالروح. أما المعنى الأخير فهي جند من جنود الله نزل به الروح الأمين، قل نزله روح القدس بمعنى الروح المطهرة واللي هو سيدنا جبريل، تنزل الملائكة والروح فيها. هذا هو معنى الروح كما جاء في القرآن الكريم بمصطلحات ستة. فالروح هي خلق من خلق الله، نفس من أنفاس الله، نفخة من روح الله عز وجل بها كيحيى الإنسان. الروح ما عندهاش مكان معين في الجسم باش أنه يقدر الإنسان يحددها في شي جزء أو اللي يشدها. الروح هي لطيفة ربانية كتمشى في الجسم تماما بحال إذا شحلتي الضوء في شي بيت وكيتنور. فعندنا في ديننا الإسلامي نص باللي أنه الإنسان إذا مات رأى مقعده من الجنة ومقعده من النار، بمعنى فإن رأى خيرا قال قدموني قدموني علاش معطليني، وإن رأى شرا قال أخروني فين غادين بيا. وهنا كاينه رؤية للإنسان إذا قامت قيامته كيشوف هو فين غادي. وممكن حاجة واحدة أخرى، الإنسان كيقدر يخفف واحد شوية من بعد الموت، علاش؟ ممكن بعض الملائكة كتهزو، وهذه كرامة من كرامات الله عز وجل لهذا الإنسان، بدليل أن الملائكة حملت سيدنا سعد بن معاذ لما مات واهتز عرش الرحمن، والصحابة يقولوا لسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام راه لقيناه خفيف بزاف، قال لهم ما حملتموه وحدكم إنما حملته معكم الملائكة. ونفتحوا قوسين خفاف في مسألة الكرامة بالنسبة للناس اللي ما كيعرفوهاش أو لا ما كيأمنوش بها. الكرامة كاينة، ومعناها أمر خارق للعادة لكي ظهر الله عز وجل على يد عبد صالح تخليصا له من شدة ألمت به. فكرامة الله لأوليائه لا حصرة فيها، فالله ما كينش أعظم منهم، وعطاء الله لهم لا حدود لهم في حياتهم وبعد مماتهم. فالإمام الشافعي تيقول في هذا الباب تاع الكرامات لو رأيتم الرجل يمشي على الماء ويطير في الهواء فلا تصدقوه حتى تعرضوه على شاهدي عدل. وشنو ما هاد شاهدين عدل؟ معناها كتاب الله وسنة رسوله. نرجع لموضوعنا المهم، الروح واش عندها حرية في التصرف؟ الجواب هو لا، فالروح الحرية ديالها محدودة ومقيدة بقيود من الله. ودليلا على هذا الكلام فعندها رحلة محدودة من بعد الموت، وإن كانت هاد الروح مزيانة أو لا شريرة. يلا نسافروا مجموعين في رحلة مع الروح، خصوصا طيبة المؤمنة، باش نحببكم في اللقاء ونتفكروا شنو نوجدوا لها من أعمال وقلب صالح ولسان طيب. فالإنسان إذا جاه ملك الموت باش يقبض الروح دياله، فممكن يكون ملك الموت ومعاه الأعوان دياله. فتخيلوا لما غادي يوصل الأجل ديالك وفي وسط الناس تيجلس حدا راسك بهدوء شديد وبطريقة جميلة وتيقول لك
يا أيتها النفس المطمئنة أخرجي إلى روح وريحان ورب غير غضبان. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. فهاد اللحظة كيفاش كتخرج هاد الروح؟ تسيل روح المؤمن كما تسيل القطرة في السقا، كتمشى بهدوء وسلالة وسكينة وتا حاجة ما كتعطلها ولا تألمها. فأول ما ملك الموت كيشدها كاين واحد الوفد تكريم اللي كيتسنى من الجنة، جالس كيتسنى الروح. ديك اللحظة كيف كيشدها ملك الموت ما كيخلوهاش لي في يديه طرفة عين، وهما جايبين للروح كفن مخصوص من الجنة وحتى من العطر، وماشي بحال هادشي نتاع الدنيا. كيريحوه ويكفنوه بلباس الجنة ويديروا ليه احتفال جميل وكيطلعوا به للسماء. الملائكة كتقول شكون هذا؟ كيعيطوا عليه اطيب اسم كان يسمى به في الدنيا. وهادشي كله اللي كنشارككم راه بالنص، رواه ابو داود والامام احمد في مسنده والنسائي في سننه والترمذي في سننه وصححه غير واحد من محقق الاحاديث، والحديث رواه البراء بن عازب. المهم من بعد فيشيعه، معناها فيزفه في كل سماء مقربوها، زعما الملائكة الكبار كيزفوا به من سماء لسماء اللي تبعها إلى أن يصل إلى عرش الرحمن جل وعلا. وهنا فين تيقول مولانا اكتبوا كتاب عبدي في عليين ثم أعيدوه إلى الأرض فمنها خلقناهم ومنها نعيدهم ومنها نخرجهم تارة أخرى. وهنا الروح كتهبط كترجع للجسد اللي كاين في القبر، يعني من بعد الموت مباشرة كتمشي تقابل مع مولانا وترجع للجسد لسؤال الملكين كيوقفوا عليه عند دماغه عند راسه. وهذه مناسبة بالنسبة للناس اللي تيقولوا أنا ما تنقدرش أنني نواظب على صلاتي، غنقول لكم تفكروا فقط هذه المعلومة اللي جاية وغادي تكون جد كافية باش أنكم توضبوا على صلاتكم. تخيلوا فاش يوقفوا لي على راسه صلاة كتقول لهم لا تقلقاه من جهتي. شفتوا على عظمة الصلاة كتدفع عليك، وعن يمينه كين الصيام وعن شماله الحج وعند قدميه السعي في قضاء مصالح الناس. ايوا وطبعا القرآن الكريم كيدور عليه. هنا الملكان بغاو يفيقوه وغيبداو كيناديو عليه من بعيد تماما بحال نداء الأم الشفيقة الحنينة على ولدها، يا فلان قم نسألك. كيفيق وكيلقى القبر منور نور الشمس عند الغروب، وكيسحب ليه بلي أنه في الدنيا وبلي كان في قيلولة وبلي أنه ما صلاش العصر، وكيقول لهم بلي أنه بغى يصلي حيتاش يسحب ليه بلي أنه فات الصلاة صلاة العصر. غادي يقولوا ليه أنت لست في دار الدنيا، أنت في دار القبر دار البرزخ الفاصل ما بين الدنيا والآخرة. يا فلان من ربك؟ ربي الله. ما دينك؟ ديني الإسلام. من الرجل الذي بعث فيكم؟ محمد صلى الله عليه وسلم، آمنت به وصدقته. الله الله. وهنا غادي يسمع مناد أن صدق عبدي فافتحوا له باب الجنة وأفرشوه من الجنة ونعموه من الجنة. غادي يخرج ليه واحد الشخص زوين ذو وجه جميل، غادي تسولو شكنت وجهك تيبشر بالخير، غايقول ليك أنا عملك الصالح أبشر بخير يوم طلعت، زعما ولدتك فيه أمك. من بعد القبر ديالك غادي يتفتح، غادي يولي خضر مد بصرك، غادي تقابل مع باك اللي مات قبل منك، جدك، صحابك اللي ماتوا قبل منك، جيرانك إلى ما آخره، وهذو كاملهم إذا كانوا مؤمنين لقوله صلى الله عليه وسلم. والحديث بالنص عند النسائي من بعد حديث طويل كيشرح فيه رحلة الروح، ثم يؤتى به أرواح المؤمنين فلهم أفرح به من أحدكم بغائبه، بمعنى الميت كيف فرح بالميت. بحال مثلا حنا هنا في الدنيا إذا غاب علينا شي شخص كان بغيوه وتلقينا به من جديد كنبقاو نسولوه، كذلك في البرزخ كيبداو يسولوه كيدير فلان كيدير فلان. الأموات بيناتهم يتزاورون ويتقابلون ويتآنسون كأنهم في حياة من غير الحياة اللي كنعيشوها هنا. أما الروح المعذبة كتكون مجهولة بالعذاب ديالها. نزيدكم واحد معلومة واحدة أخرى، كاين نص بلأنه سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام قال ما من مؤمن يمر على قبر فيسلم عليه إلا رد الله عليه عز وجل روحه فيرد عليه السلام. معناها أن الروح كترجع للقبر وكترد السلام على من يسلم، بدليل أيضا أنه مولانا أعطانا لما ندخلوا للمقابر أن نسلم عليهم، نسلم على الموتى. السلام عليكم أيها الديار من المسلمين، أنتم السابقون وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية. سيدنا محمد قال ما أنتم أسمع مني. سيدنا عمر قال لي يا رسول الله أتنادي عليهم وقد بلوا، زعما فناو انتهوا. فقال الحبيب
يا عمر ما أنت بأسمع منهم، ولكن الله أنطقك وأسكتهم. آيه، دابا غادي نعطيكم واحد النبذة أخيرة وجد مختصرة على عذاب القبر، لله يجعل مولانا له لي عرفوا لا لكم ولا يعرفوا لنا ولا يعرفوا الأمة سيدنا محمد. قيل بأنه البهائم والأشجار والحيوانات هي اللي كتسمعوا. عندنا في القرآن الكريم ما يدل على عذاب القبر ونعيمه. كاين حديث في الصحيحين تيقول بلي انه سيدنا محمد قال بلي اليهود كتعذب في القبر ديالها، وحديث اخر بلي انه مر النبي عليه الصلاة والسلام بقبرين فقال انهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، اما احدهما فكان لا يستتر من البول، واما الاخر فكان يمشي بالنميمه. في الاخير حطوا في بالكم بلي انه كل طاعه لله كتنجي من فتن وعذاب القبر. قبل ما نختم هذه الحلقه كنفضل نخلي في مسامعكم ما هو ايجابي وفالخير عليكم، ايضا نخلي لكم ارواحكم وقلوبكم مطمئنه، ونقول لكم اخر شيء على الارواح للمستقر ديالها من بعد هذه الرحله ديال القبض والطلوع والرجوع الى الجسد الى ما اخره. فين تيكون؟ كيف قلنا الارواح انواع، الروح الجميله الطيبة المؤمنة العادية جدا لمولانا تكرمها. تخيلوا كتحول طائر جميل اللي عنده قناديل في عرش الرحمن، وكتدور في الجنة كيف ما بغت منعامة. أما بعض المؤمنين الروح ديالهم على بارق نهر على أبواب الجنة، وبعض أرواح الشهداء جعلها مولانا قناديل بعرش الرحمن كتسرح من جنة الجنة كيف ما بغت. أما بعض أرواح الشهداء كتكون في أعلى عليين الجنة. الأرواح بعض المرات كتنزل القبر عند السلام، عند الدعاء اللي كيوصلهم في طبق من فضة وكينور القبر ديالهم، وتيقولوا ليه هذا من فلان. ولكن فاش ينفخ في الصور ويجي يوم القيامة كترجع الروح للجسم، ويبعث الميت كما ولدته أمه عراة حفاة بين يدي الله. وهذه هي كانت رحلتنا الليلة اللي كنتمنى أنها تكون عجبتكم وعرفتكم على بزاف ديال الحوايج اللي كنتوا جاهلينهم، وأكثر من هذا حبيباتكم في لقاء الله، وباش أننا جميعا نخدموا الصحيفة ديالنا ونجاهدوا أنفسنا ونتشغلوا بها وما نتشغلوش بالغير. فمن أراد الله به خيرا غيب عنه عورات المخلوقات وعيوبهم، فلا يرى في الكون ولا مكوناته إلا الجمال، فإن الخلق هم الباب والحجاب. فاللهم هون علينا سكرة الموت وقبضنا على طاعتك. ما تنسونيش من الإعجاب ديالكم وتعليقكم ولو بنقطة، حيت هذا الشيء كيشجعني. نتلقوا في مقارب إن شاء الله. سلام سلام.